شعت شموس الهدي بالكلمات، فنارت الأفهام بالآيات. أسرج بنور العلم عقلا نيرا، وافتح من الألباب كل جهات. فالكنز علمك حين تنفقه زكاة، والمال لا يزكو بلا نفقات. بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الحكيم: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين، ثم لقطعنا منه الوتين، فما منكم من أحد عنه حاجزين. صدق الله العلي العظيم. الشعائر التي تقام إحياء لذكرى سيد الشهداء الحسين بن علي صلوات الله وسلامه عليه، تعرضت إلى موجة من الحملات، هذه الحملات تنوعت إلى نوعين: النوع الأول حملات القمع والإبادة، هذا النوع بدأ كما يبدو من بعض التواريخ بعيد استشهاد سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه. الأمويون بعد أن ارتكبوا هذه الفاجعة شددوا الحصار على شعائر سيد الشهداء. كانت هنالك مجموعة من الدوريات تحيط بتلك البقعة التي دفن فيها سيد الشهداء. وهذه الكلمة وجدتها في بعض التواريخ، أن كثيرا من الموالين ومن المحبين لسيد الشهداء والذين وفدوا على تلك البقعة الطاهرة، هؤلاء قتلوا بأيدي هذه
عصابات أموية كانت تحيط بتلك البقعة. من يأتي إلى زيارة سيد الشهداء كانوا يأخذونه ويقتلونه. هذه العبارة عبارة كثير وردت في بعض التواريخ. هنالك شاعر قال قصيدة في سيد الشهداء، قصيدة فائية، ومن أبيات هذه القصيدة يخاطب سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه ويقول: تجاوبت الدنيا عليك مآتما، نواعيك فيها للقيامة تهتف. هذا بيت من قصيدة. ماذا كان جزاء هذا الشاعر في العهد الأموي؟ أخذوا هذا الشاعر وألقوه في غياهب السجون وعذبوه إلى الموت، عذبوه إلى أن مات تحت التعذيب. راجعوا هذه القضية في كتاب تاريخ النياحة. هذا النوع الأول، واستمرت. هذا كان في العهد الأموي، ثم بعد ذلك جاء العهد العباسي. العباسيون ظنوا أن ثورة سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه هي ضد يزيد، ولكن اكتشفوا لا، أن الثورة ما كانت ضد يزيد فقط، وما كانت ضد الحكومة الأموية فقط، بل كانت ضد جميع الطواغيت على مر التاريخ. القيم التي نادى بها الإمام، التي ضحى من أجلها الإمام صلوات الله عليه، ما كانت لمقطع معين ولظرف خاص، وإنما كانت قيم دائمة ومستمرة. فأيضا في العهد العباسي قاموا بحملات القمع والإبادة ضد هذه الشعائر. في العهد العثماني أيضا استمر هذا المنهج، وإلى هذا اليوم، حتى في هذا اليوم تجدون أن الطواغيت يقفون ضد هذه الشعائر ويحاربون هذه الشعائر بكل صورة وتحت كل شعار. هذا هو النوع الأول، حملات القمع والإبادة. النوع الثاني، حملات التشكيك. هذه الموجة كما يشير بعض الباحثين ابتدأت منذ أن اجتاحت عاصفة التغريب بلاد المسلمين. هذه عاصفة هبت على بلادنا من بلاد الغرب، ولم تقتصر على قضية شعائر الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه، وإنما جاءت بمنهجية في التفكير والتحليل
منهجية مادية تناولت القضايا الغيبية، بعض قضايا الألوهية، بعض قضايا النبوة، بعض قضايا الإمامة، بعض قضايا المعاد، منهجية في التفكير، نوع من المنهج يحلل الأحداث تحليلاً مادياً. فهذه الموجة كما يشير بعض الباحثين عندما اجتاحت بلاد المسلمين حدثت موجة من التشكيكات حول الشعائر الحسينية، نحن قبل أن نشير إلى مجموعة من المفردات التي تمحورت حولها هذه الحملات، حملات التشكيك، ينبغي أن نتوقف عند نقطة، وهذه النقطة هي موقف الفقهاء تجاه الشعائر الحسينية. هنالك عدة تساؤلات نتعرض لها باختصار. السؤال الأول: ما هي أهمية موقف الفقهاء تجاه الشعائر؟ الجواب على ذلك: أولاً، موقف الفقهاء يضمن للمكلف أهم شيء أو إحدى أهم الأشياء التي نبحث عنها جميعاً نحن المؤمنين بالله وباليوم الآخر، وهذه القضية المحورية هي براءة الذمة أمام الله، أن يكون عندنا جواب أمام الله تعالى يوم القيامة، يوجد هنالك حساب ويوجد هنالك كتاب ويوجد هنالك عتاب ويوجد هنالك عقاب. لماذا اتخذت هذا الموقف؟ بأي مبرر؟ رسول الله قال ذلك، الإمام المعصوم قال ذلك، الفقيه المطاع قال ذلك، بأي دليل اتخذت هذا الموقف؟ هذه النقطة التي نركز عليها عندما نحاور المخالفين. أنتم عندما تتبعون فلان، أبو فلان، النبي قال اتبعوا فلان، النبي قال خذوا دينكم من فلان، أو قال خذوا دينكم من علي بن أبي طالب. هذه الرواية يرويها الفخر الرازي في التفسير وهو من كبار علماء. إحنا عندنا جواب، لماذا اتبعتم عليا صلوات الله وسلامه عليه؟ يا الله، رسولك قال. أما أنتم اللي اتبعتوا فلان وفلان، منو قال؟ هؤلاء الذين ما كانوا ولم يشر إليهم رسول الله صلى الله عليه وآله. براءة الذمة، المكلف عندما يستند إلى فتوى الفقيه فقد ضمن براءة ذمته، أما إذا ما استند إلى فتوى الفقيه الجامع للشرائط واعتمد على كلام فلان وفلان، هذا ما يضمن براءة الذمة أمام الله تعالى يوم القيامة. هذه النقطة الأولى،
النقطة الثانية، إن رجوعنا إلى الفقهاء يعني الرجوع إلى الخبير في القضية الطبية. إلى من ترجعون؟ إلى الخبير في الطب. من هو الخبير؟ الطبيب. في القضية الهندسية إلى من ترجعون؟ إلى الخبير وهو المهندس. في القضية الفقهية إلى من نرجع؟ نرجع إلى الخبير، والخبير هو الفقيه. هذا هو السؤال الأول. السؤال الثاني، هل تكفي الثقافة الإسلامية العامة في اتخاذ موقف شرعي تجاه الأحداث؟ الجواب كلا. المعلومات شيء والعلم شيء آخر. هل تكفي المعلومات الطبية؟ واحد عنده مطالعات في كتب الطب، يأخذ كتب الطب يطالع. هل يمكن أن يعتمد على هذه المعلومات الطبية في إجراء عملية في القلب؟ ممكن. هل تثقون بهذا الإنسان في قضية خطيرة وترجعون إليه لأنه قاري كم كتاب طبي؟ مثقف، ما في إشكال. الثقافة الإسلامية العامة، الذهنية الإسلامية لا تخول صاحبها حق الإفتاء ولا تسمح لنا أن نرجع إليه، لأن هذا مو خبير. هذا هو السؤال الثاني. السؤال الثالث، هل هذا الأمر يشكل احتكارا للدين؟ يعني مجموعة يكونون هم المرجع في المواقف الشرعية والأحكام الشرعية؟ الجواب كلا، هذا لا يشكل نوعا من الاحتكار، لأن هذه القضية لا نقصرها على فئة معينة ولا على شخص معين. بإمكان أي واحد أن يكون فقيها. أنتوا بإمكانكم أن تذهبوا إلى الحوزات العلمية وتدرسوا وتتحولوا إلى فقيه بعد 20 عام أقل أكثر، وتمتلكوا هذه القدرة، قدرة تحديد الموقف تجاه الحكم الشرعي وتجاه الأحداث الخارجية، فماكو احتكار في القضاء. كما أننا في بقية الحرف والفنون والعلوم لا يوجد احتكار. إذا تريد تتخذ مواقف طبية اذهب في الجامعات وادرس، تحول إلى طبيب، ثم اجتهد في القضايا الطبية. هذا هو السؤال الثالث. السؤال الرابع، هل يمكن الاعتماد على بعض الآراء الشاذة في هذا المجال؟ الجواب كلا. في كل فن، في كل مجال أكو آراء شاذة، أكو أفراد عندهم سلائق معينة، شذوذ عندهم في الرؤية إلى الأمور، في تحليل الأمور. هذه الرواية التي يرويها الفقهاء كافة الذين تعرضوا لمباحث التعادل والتراجيح، راجعوا كتاب الرسائل، كفاية، غيرهما من الكتب. الإمام يقول خذ بما اشتهر بين أصحابك. المشهور يعني الواضح، ودع الشاذ النادر. في كل مجال أكو شذوذ، في مجال الطب أكو أطباء
لهم آراء شاذة في مجال الرياضيات ربما لعله أو مجالات أخرى. أكو أفراد في الاجتماع في المجتمع لهم منهجية شاذة في التفكير والتحليل والاستنباط، لا يسمح رجل حكيم لنفسه في القضايا الخطيرة. أكو قضايا مو مهمة أن الملح يضر الضغط أو ما يضر الضغط، مو مهم هذا كثيرا لعله في بعض مراتبه، ولكن القضية التي يتوقف عليها الحياة والموت، نفس هذه القضية إذا كان فيها موضوع الحياة والموت، تعتمدون على رأي الشاذ؟ رجل مغمور أو غير مغمور له رأي شاذ في قضية طبية، ما تعتمدون، مع أنه هذه قضية 10 سنوات 20 عام والإنسان ينتهي على كل تقدير. فكيف يسمح الإنسان لنفسه في أهم قضية في حياته وهي قضية الدين أن يعتمد على آراء شاذة؟ العام حفظه الله كان ينقل هذه القضية، تقول في إبان 10 الأولى من شهر محرم الحرام في مدينة كربلاء في ذلك الوقت، هاي القضية يمكن قبل 45 عام أكثر في هذه الحدود، وكربلاء تضج بالعزاء والحزن، جدرانها المواكب الأفراد، لعل بعضكم رأيتم ذلك الوضع الذي كان. يقول والدي يعني الجد رحمه الله كان يدخل الصحن الشريف لأداء صلاة المغرب، جاء هنالك رجل، ماذا كان هدفه الله أعلم، سؤال كان سؤال حقيقي أو كان سؤال للإثارة والاستفزاز، الله يعلم الدوافع. فوقف وقال بصوت رفيع: سيدنا، ما هو رأيكم في لبس السواد لسيد الشهداء للإمام الحسين؟ واحد يلبس ملابس سوداء. فقال: هو جائز، ما في إشكال. هذا السائل يشوف أنه الجد هو لابس ملابس السواد، لأنه كان يلبس السواد طيلة 2 شهر كاملين، شهر محرم وصفر، وهو يشوف هذا لابس السواد، ولكن قال ما في إشكال. قال ذلك السائل: فإن فلانا واحد هذا يرى أن لبس السواد محرم حرام حتى للإمام الحسين، حتى إذا واحد يلبس السواد للإمام الحسين هذا محرم. يقول: فتأمل الجد قليلا ثم قال بلطف: إني رأيت شخصا. العام يقول لعل مراده الشيخ محمد تقي رحمة الله عليه صاحب ثورة 20: إني رأيت شخصا لم يكن أقل علما من هذا الرجل،
ولم يكن أقل تقوى من هذا الرجل، لا من ناحية العلم ولا من ناحية التقوى، كان أقل من هذا، ومع ذلك أنا رأيته كان يلبس السواد في عزاء سيد الشهداء. هذا الشيء كان في كل مجال، في جميع المجالات، في جميع العلوم توجد هنالك آراء شاذة. هذه الآراء الشاذة لا يطمئن المكلف أنها تبرئ ذمته أمام الله سبحانه وتعالى. ودع الشاذ النادر، فإن المجمع عليه لا ريب فيه. هذا هو السؤال الرابع. السؤال الخامس والأخير، هل، وهذا السؤال يطرح كثيرا، هل يحيط الفقهاء بعناصر هذه القضايا عندما يفتون فيها؟ الجواب على ذلك، وهل يمكن للفقهاء الذين يضعون الله تعالى نصب أعينهم أن يفتوا بدون إحاطة بعناصر القضية؟ ممكن. المرزا الكبير رحمة الله عليه، صاحب قضية التنباك، منقول في أحواله أنه عندما أصدر هذه الفتوى ذات السطر الواحد أو السطرين في قضية التنباك في إيران 6 أشهر أو أقل أو أكثر، في حدود هذه المدة كان يجتمع مع كبار العلماء في ذلك الوقت ويبحثون ما هو موقفنا تجاه هذه القضية. 6 أشهر أو أكثر أو أقل في هذه الحدود. العم أيضا ينقل في مجال آخر عن والده يقول: كنا نحن ومجموعة من مراجع التقليد والعلماء، بعضهم كانوا مراجع تقليد وبعضهم كانوا مجتهدين، اجتمعنا مع المرجع المعروف الحاج أبا حسين القمي لبحث مسألة من مسائل الحاج، بحث، وفيهم هو المرحوم القمي والجاد والسيد زين العابدين الكاشاني ومجموعة من الفقهاء والمراجع، جمهرة هذا التعبير. أردنا أن نتخذ الموقف الشرعي تجاه هذه القضية الفرعية من أحكام الحج، فبحثنا فيها 3 أسابيع كاملة في هذه القضية، مجموعة من الفقهاء والمجتهدين، ثم خرجنا بالاحتياط، قلنا إن هذا الشيء يحرم على الأحواط، بينما موقف الفقهاء في قضية الشعائر الحسينية موقف واضح وقاطع. راجعوا فتاوى المرزا النائني شيخ الفقهاء والفقهاء من تلاميذه والفقهاء الذين تقدموا والفقهاء الذين جاءوا بعده، موقفهم موقف قاطع وواضح، ما في إبهام، ما في احتياط، لا، فتوى أنه لا إشكال فيها بمختلف أشكالها وأنواعها. الشيخ المفيد هذه القضية المعروفة أخطأ في فتوى واحدة، جوهر القضية هو هذا، وإن كان طرح
كيفية القضية يختلف. امرأة ماتت وفي بطنها جنين يتحرك، ماذا نفعل؟ قال شقوا بطنها من الجانب الأيمن وأخرجوا الطفل وادفنوا الأم. الشيخ المفيد، يعني هذه دقة الفقهاء في الفتوى. واحد يجي يقول ذولا ما يفتهموا هالشكل مفتي، هذا الكلام فيه حساب أمام الله سبحانه وتعالى. الفقيه الذي قضى عمره في دراسة كتاب الله وفي أحاديث أهل البيت صلوات الله عليهم، واحد يجي يقول ما يفتهم ذولا، كل الفقهاء ما يفتهموا، هذا الكلام فيه حساب أمام الله سبحانه وتعالى. وهذا الخطأ غير مضر، غير مضر لا بالنسبة إلى الأم لأنها ميتة، ولا بالنسبة إلى الجنين لأنه يخرج حيا، ولا يؤثر حسب الظواهر في المعادلات. بعد فترة الشيخ المفيد شاف في كتاب هكذا طبقا لبعض المصادر هكذا تنقل القضية، أنه إذا وجد في الروايات إذا مات الجنين، إذا ماتت الأم والجنين في بطنها يتحرك، يشق بطنها من الجانب الأيسر ويخرج الطفل. الشيخ المفيد قال عجيب، أنا اشتبهت في بيان الحكم الإلهي، يجب أن يشق من الجانب الأيسر وأنا قلت إنه يشق من الجانب الأيمن، أنا بعد ما أفتي، انتهى. فاعتزل في داره وأغلق الباب، وأي واحد يجي يقول أنا ما أفتي، أنا اعتزلت الفتيا لخطأ بسيط غير متعمد غير مضر حسب الظواهر. إلى أن جاءه على ما ينقل المبعوث من قبل الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه وعجل الله تعالى فرجه، فقال له إنا بعثنا شخصا من قبلك، يعني الإمام تدارك الموقف، يقول شقوا بطنها من الجانب الأيسر. وفعلا جاء شخص وقال لا، شقوا بطنها من الجانب الأيسر، يعني الخطأ ما تحقق في الخارج. ثم قال له منك الفتيا أيها الشيخ المفيد، منك الفتيا ومن التسديد. قال ما دام هالشكل أكو تسديد فأنا أعود إلى الفتيا من جديد. واحد يقول الفقهاء لا يحيطون بعناصر القضية ويفتون بدون دراسة بدون تأمل بدون معرفة بالجوانب الحكمية بالجوانب الموضوعية للقضية، هذا قول تكذبه الواقعية التاريخية. هذه كانت وقفة عاجلة عند موقف الفقهاء تجاه الشعائر الحسينية. يبقى البحث حول مجموعة من المفردات التي تمحورت حولها حملات التشكيك. المفردة الأولى البدعة، المفردة الثانية الحرج، المفردة الثالثة الضرر، والمفردة الرابعة الهتك والسخرية. إن شاء الله نتناول
هذه المفردات في مجال آخر. نحن في هذه الأيام ينبغي لنا أن نهتم بإحياء هذه الذكرى. إذا في يوم من الأيام كان إحياء هذه الذكرى يتطلب التضحية بالنفوس، يعني واحد عندما كان يحيي ذكرى سيد الشهداء حياته كانت في خطر. دعبل الخزاعي أو الخزاعي شاعر أهل البيت عندما أنشد هذه القصيدة التائية مدارس آيات خلت من تلاوة ومنزل وحي مقفر العرصات لآل رسول الله بالخيف من منى إلى آخر هذه الأبيات التي تعد حقيقة من مفاخر التشيع. وصل إلى هذا البيت في ذاك الوقت، القصيدة التي كان يقولها الشاعر كانت تهدد حياته، يعني كان يروح إلى ساحة الإعدام. وهو دعبل كان يقول: إني أحمل خشبتي هذه على كتفي منذ 50 عاما أنتظر من يصلبني عليها. من 50 عام أنا في انتظار الموت، رجل يعيش الخوف والإرهاب والمطاردة. وصل إلى هذا البيت أمام الإمام الرضا صلوات الله عليه: لقد خفت في الدنيا وأيام سعيها. واحد عندما يكون مطارد من هذه الحكومة الظالمة: لقد خفت في الدنيا وأيام سعيها، وإني لأرجو الأمن بعد وفاتي. إلا في هذه الدنيا ما كان عندي أمن، أنا أنتظر وأرجو الأمن يوم القيامة. فقال له الإمام الرضا صلوات الله عليه: آمنك الله يوم الفزع الأكبر. وهنالك أيضا ينقل في أحواله أنه رؤي وعليه ملابس بيضاء بعد وفاته، وقلنسوة بيضاء في حال حسنة. فقيل له: ماذا صنع الله بك؟ فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله استنشدني أبياتا. الأبيات المعروفة الخطباء يقروها: لا أضحك الله سن الدهر إن ضحكت، وآل أحمد مظلومون قد قهروا، مشردون نفوا عن عقر دارهم، كأنهم قد جنوا ما ليس يغتفروا. فشفع لي رسول الله وأعطاني ثيابه، وأنا أعيش في حالة حسنة. في ذاك اليوم كانت هذه التضحيات الكبيرة. الآن نحن يجب أن نسير على هذا المنهج. أنقل لكم شاهدين مختصرين حول أثر هذه الشعائر. القضية الأولى: السيد الإمامي رحمة الله عليه نقل لأحد الأشخاص هذه القضية، يقول: سافرت إلى بعض البلاد فاجتمعنا مع علماء فئة ضالة منحرفة تكفر المسلمين جميعا وتضللهم. اجتماع، وضمن ما جرى في ذلك الاجتماع أن دولة معينة ترصد
مقدار كبير لضرب الشيعة ولتبليغ أفكارهم وفكرهم وخطهم. كما نقل 16% من الوارد لتلك الدولة يخصص لهذا الإعلان. 16%. يقول: فقال أحد مشايخهم الكبار، يقول فلتت هذه الكلمة من فمه، الله سبحانه وتعالى جعله يقولها. يقول هذه الكلمة أثارت غضب جميعهم، جميع علمائهم، عندما قال شيخهم هذه الكلمة بدون اختيار. قال: مع كل هذه الجهود التي نبذلها، ولكن يأتي محرم واحد وينسف أتعابنا جميعا. محرم واحد، كل ما بذلناه من الجهود كلها تذهب. هذه القضية الأولى. القضية الثانية بلون آخر وبشكل آخر، في بعض بلاد الغرب قبل أعوام أقيم هنالك موكب لسيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه. المؤمنون خرجوا في ذلك الموكب بهيئة حزينة في بلاد الكفر. يقول هذا الرجل، وأنا أعرفه صاحب هذه القضية، يقول: كان هنالك رجل من رجال الشرطة يمشي معنا ويلاحظ هذا الوضع. يقول: فجاء إلي وقال أنه لماذا هذه المسيرة، لماذا هذا اللات، هذا البكاء، هذا الحزن؟ فقلت له: هذا إحياء لذكرى سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه، وشرحت له قليلا حول سيد الشهداء. حقيقة قضية سيد الشهداء إذا تشرح للعالم، للناس، تحدث فيهم تأثيرا عجيبا. هذه القيم التي نهض من أجلها سيد الشهداء، القيم اللي الآن مطروحة في العالم، إذا تشرح للعالم هذه القيم، كم تحدث من التأثير والتموج في هذا العالم. يقول: شرحت له قليلا حول قضية سيد الشهداء. يقول: فقال لي: ومنذ متى كانت هذه القضية، قضية عاشوراء، قضية كربلاء؟ فقلت له: هذه القضية كانت قبل حوالي 1400 عام. يقول: فذهل الرجل وقال: إن رجلا يستطيع أن يخترق جدار 1400 سنة، واحد يموت بعد يومين ينسى وتنتهي قضيته، ولكن واحد يتمكن يخترق جدار 1400 سنة ويحرك مسيره في تلك البلاد البعيدة. هذا الرجل عظيم جدا. يقول: وسار معنا وأخذ يلطم معنا تفاعلا مع قضية سيد الشهداء. هذه القضية ينبغي أن نحاول أن نحييها بكل صورة ممكنة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لذلك، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
شعت شموس الهدي بالكلمات، فأنارت الأفهام بالآيات. أسرج بنور العلم عقلا نيرا، وافتح من القلب بين الظلام وبين نور مشرق، هدي ينير الدرب بالومضات.